لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد ردود الافعال القويه الحقيقه اللي جت على الانجاز الكبير اللي اتعمل فيه مهرجان العالمين في نسخته الاولى واللي استمر حوالي 50 يوم. والحقيقه ان هو عكس صوره مهمه جدا للتطور العمراني والتطور السياحي في مصر. كمان عكس صوره كبيره جدا وقدره الدوله المصريه على تحويل مدينه العالمين الجديده من منطقه الغام الى منطقه ساحره بافضل اطلاله على ساحل البحر المتوسط وكمان بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي. أكيد المهرجان كان عامل جذب مهم وقوي للسياحة المصرية وظهرت فيه مدينة العالمين باعتبارها واحدة من أهم المدن السياحية العالمية. استضافت طبعا طول فترة المهرجان مجموعة من أهم الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في كل المجالات، وكمان قدمت للجمهور تجربة صيفية كده وترفيهية تحس أنها مختلفة وفريدة كانت موجودة على ساحل البحر المتوسط. بكل تأكيد وبجانب طبعا الترويج السياحي، المهرجان ساعد بشكل كبير جدا في الترويج للتطور العمراني في مدينة العالمين الجديدة، لأنه أصبح عندنا نوع جديد من العقارات ما كانش موجود قبل كده زي الأبراج اللي موجودة على شواطئ العالمين، وده بالمناسبة بيحقق تنافسية عالية جدا لمصر في المنتج العقاري والمعماري وجودة المنتج العقاري منه. يمكن كمان أهم حاجة في المنتج العقاري هو الهوية اللي ممكن تكون بتعبر عن المكان، وبالتأكيد مناطق زي أبراج العالمين بقت بتعكس هوية وجمال وروعة مدينة العالمين الجديدة، ده طبعا بجانب الفنادق ومناطق الفيلات وطبعا شبكة البنية التحتية اللي تم إنشائها على أعلى مستوى. احنا بندعوكم دايما ان انتوا تتفرجوا على الأماكن المختلفة اللي موجودة في مصر اللي هي متاحة دايما لكل المصريين. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.